بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا اليوم The Surf Extension by Direct Pull Method. الغرض من هذه التجربة أو البوربوس to determine the surf extension of a liquid by direct pull method or by using bond dynamometer, وكذلك لمعرفة أثر تغير الحرارة أو the effect of temperature variation on surf extension. الأدوات اللي معانا bond dynamometer, support stand and clamps, laboratory jack, water tray or water tank, vernier caliper and thermometer. The surf extension is a phenomena which make the surface of a liquid acts as thin stretched membrane. خاصية التوتر السطحي هي تلك الخاصية التي تجعل سطح السائل يبدو كما لو كان أو يعمل كما لو كان غشاء مرن مشدود. Surf extension يمكن تعرفها على أنها القوة العمودية المؤثرة على وحدة الأطوال من سطح السائل والتي تغير من سطح السائل. Surf extension is the force per unit length which required to change the surface of a liquid. أو تعتمد هذه التجربة على غمر الثن ميتال رينج في السائل ثم سحبها ببطء. في هذه الأثناء يتكون غشاء مرن مشدود في أو من خلال حافة الأسطوانة، سواء كان محيط الأسطوانة الداخلي أو الخارجي. يبقى إذن in this experiment we will determine the surf extension coefficient by immerging a metal ring in the liquid and then it is slowly pulled out. The ring edges thin film of a liquid along with it and will experience a boiling or pulling force due to the surf extension. The force of surf extension given by F equal جاما L، حيث جاما هي الـ coefficient of surface tension and L is the twice circumference، أو هو عبارة عن اثنين محيط للدائرة، حيث أنه يتكون غشاء مرن مشدود عند لكلا محيطي الدائرة سواء المحيط الداخلي أو المحيط الخارجي، حيث أن محيط الدائرة يساوي 2 باي R و2 من محيط الدائرة يساوي 2 يساوي 4 باي R، وقوة التوتر يبقى إذا قوة التوتر السطحي F تساوي 4 باي جاما R، حيث R هي عبارة عن نصف قطر الميتال أو الثين ميتال رينج. يبقى إذا جاما تساوي F على 4 باي R، حيث الـ F هي مقدار وزن الغشاء المشدود، وزن الغشاء المشدود الذي يتكون حول حافتي الأسطوانة أو حافتي الحلقة المعدنية. يبقى إذن بحساب قيمة الـ F وحساب قيمة الـ R يمكن حساب قيمة معامل التوتر السطحي والذي يقاس بوحدة نيوتن لكل متر. خطوات التجربة: نقوم أولا بحساب نصف قطر الثن ميتال وذلك باستخدام الفيرنير كاليبر. نحسب قطر الثن ميتال رينج وتساوي 8.4 ملي. يبقى إذن الدامتر أو القطر يساوي 8.4 في 10 سالب 3 متر. يبقى إذن راديوس أو نصف القطر يساوي 4.2 في 10 سالب 3 متر. نلاحظ أن الثين متر رينج لها وزن
وهو عبارة عن الاف زيرو، هو عبارة عن الاف زيرو أو القوة أو الاف نوت، وهو عبارة عن وزن الثين ميتل رينج بدون الغشاء، غشاء الماء، ويتساوي أو الاف نوت يساوي 45 من ألف نيوتن، يساوي 45 من ألف نيوتن. نقوم الآن بغمر الثن أو الطرف السفلي أو الحافة السفلية من الحلقة المعدنية في الماء، وذلك برفع اللابوراتوري جاك لأعلى، ثم نسحب الحلقة لأعلى، وذلك بخفض ارتفاع اللابوراتوري جاك عن طريق مسمار التحريك. وفي اللحظة التي ينفصل فيها الغشاء نأخذ قراءة الداينوميتر. يبقى إذن F1 تساوي 77 من ألف. يبقى إذن F اللي عبارة عن قوة الغشاء أو قوة التوتر السطحي تساوي F1 77 من ألف ناقص F0 اللي تساوي 45 من ألف تساوي 32 من ألف نيوتن، بالتعويض بقيمة الراديوس والإف في المعادلة جاما تساوي إف على 4 باي آر، نحصل على قيمة جاما. الآن نحسب التغير في مقدار التوتر السطحي جاما مع درجة الحرارة. نستبدل الماء بماء ساخن، ولإيجاد العلاقة بين تغير درجة الحرارة مع معامل التوتر السطحي نستخدم ماء ساخن، ونحسب F وهي عبارة عن F1 ناقص F نوت أو F0. F1 وهي عبارة عن وزن غشاء الماء مع وزن المتل رينج ناقص F0 اللي هي وزن المتل رينج. نقيس درجة الحرارة، ونرفع اللابوراتوري جاك حتى تلامس الحافة السفلية من المتل رينج للماء. درجة الحرارة تساوي 90 درجة مئوية. ثم نقوم بسحب المتل رينج من الماء، وذلك بخفض مستوى اللابوراتوري جاك، وفي اللحظة التي ينفصل فيها الغشاء نحسب مقدار قوة الشد أو القوة على ميزان بوند. عند درجة حرارة 60 كانت القوة F1 تساوي 6 من ألف ناقص F نوت 45 من ألف ثم نحسب درجة الحرارة عند درجة حرارة 80 مثلا. يبقى إذن عند درجة حرارة 90 ثم نحسب عند درجة حرارة 80 ثم نحسب عند درجة حرارة 70 و 60 وهكذا. وفي كل مرة نحسب قيمة F وهي عبارة عن F1 ناقص F نوت، ونعوض في المعادلة جاما تساوي F
على 4 باي ار، فنحصل على قيمة جاما عند كل درجة حرارة، ونكمل الجدول. بعد استكمال الجدول وحساب قيمة جاما عند درجات حرارة مختلفة، نقوم برسم العلاقة بين درجة الحرارة T على محور X وجاما على محور Y. عند درجة حرارة 90 فإن جاما تساوي 60 7/10. عند درجة حرارة 80، بعد استكمال الجدول نقوم برسم العلاقة البيانية بين T على محور X وجاما على محور Y. عند درجة حرارة 90 فإن جاما تساوي 60.7 تقريبا 61 درجة. وعند درجة حرارة 80 فإن جاما تساوي 61 وعند درجة حرارة 70 جاما تساوي 62.6 تقريبا 63. وعند درجة حرارة 60 فإن جاما تساوي 66. نلاحظ أنه بزيادة درجة الحرارة يقل معامل التوتر السطحي، لأن معامل التوتر السطحي يعتمد على مقدار قوى التماسك بين جزيئات السائل، وعند زيادة درجة الحرارة تقل قوى التماسك أو قوى الترابط بين جزيئات السائل، وبالتالي فإن جاما تقل بزيادة درجة الحرارة، أي أن العلاقة بين temperature أو درجة الحرارة وsurface tension coefficient معامل التوتر السطحي علاقة عكسية. شكراً.